أول وصفة هنعملها مع بعض هي وصفة الجلاش باللحمة والرز. علشان نعمل قالب اللحمة بالجلاش والرز عايزين رز حسب عدد أفراد الأسرة، نقول كوبايتين مثلا. عايزين برضو لحمة مسلوقة اللي هي كباب حلة، وعايزين كوباية من البسلة تكون مسلوقة أو فروزن، 1 بصلة مفرومة ناعم، 2 معلقة كبيرة زبدة أو سمنة، وعايزين 2 معلقة كبيرة زيت، عجينة جلاش، ملح وفلفل، رشة من جوزة الطيب، وعايزين مرقة سلق اللحمة فقط لا غير، بس بيطلع الطعم لطيف جدا. عايزين تزودوا شوية توابل ممكن، بس احنا كده يعني عايزة الرز يبقى طعمه مرقة اللحمة. مرقة اللحمة بقى انتوا بتحطوا فيها كل اللي انتوا عايزينه، عود قرفة، عايزين تحطوا معاه شوية قرنفل، ورق لورا، بصل، يعني تقدروا انتوا تحبشوها زي ما انتوا عايزين. عندنا هنا الحلة بتاعتنا على النار اهي. هناخد دلوقتي زي ما اتفقنا شوية زيت وسمنة او زبدة زي ما تحبوا، ودايما نحط الزيت الاول علشان خاطر لو حطينا السمنه الزبده دلوقتي على بس ما نروح نجيب الزيت ونرجع نلاقيها بقت سودة، فدايما حطوا الزيت الاول. عندنا هنا البصله المتقطعه صغير، وعندنا هنا اللحمه المسلوقه يا جماعه اهي. اللحمه المسلوقه بقى حبهان، ورق لورا، عود قرفه، عايزين تحطوا بهارات حب كمان تقدروا تحطوا، في ناس كمان بيحطوا كرفس، في ناس يعني زي ما تحبوا حطوا اللي انتوا عايزينه. هنحط البصله كده هنا دلوقتي، وعندنا البسله لو هنجيبها فريش لازم نسلقها لانها هتاخد وقت على ما تستوي، او نجيبها فروزن ونشتغل فيها على طول. هناخد بقى دلوقتي البسله اللي عندنا ونحطها هنا تقليبتين كده على النار. طيب هناخد بقى دلوقتي الرز اللي عندنا. الرز اللي عندنا طبعا مغسول ومش منقوع، الرز ده ما بيتنقعش، خلوا بالكم. الرز البسمتي هو اللي بننقعه، الرز المصري ما بنقدرش ننقعه علشان خاطر بيتكسر بسرعه. هنقلبه مع البصله والبسله اللي عندنا، وهنحط بقى دلوقتي شويه ملح، شويه فلفل، عايزين تحطوا كركم كمان بتقدروا تحطوا كركم. عندنا هنا جوزة الطيب مطحونة، فهناخد دلوقتي المرقة اللي عندنا وهنحطها على الرز، وهنطبخ الرز بقى بتاعنا عادي خالص زي ما بنطبخ الرز عادي. طاسه، عندنا هنا طاسه، شوفوا بنقدر نعمل ايه. هقول لكم، بنقدر نحط شويه لحمه على النار تتحمر كده بتبقى لذيذه قوي، وبنقدر نحطها كلها مسلوقه جوه زي ما تحبوا. فانا هحط شويه هنا، دي الطاسه لسه ما سخنتش فبقدر احط الزبده الاول. هحط دلوقتي بقى شويه زيت، هناخد الورق بتاع الجلاش بتاعنا كده ونحطه هنا. طيب انا بطنت الرز بتاعنا القالب بتاعنا كده كويس زي ما انتم شايفين. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هناخد اللحمه اللي عندنا، هحط شويه لحمه تحت في القاع. في القاع ليه؟ لان ده هيتقلب، فلما تتقلب انا عايزه اللحمه تبقى هي اللي فوق. تمام. هناخد بقى دلوقتي الرز اللي عندنا، رز اهو دافي، رز اللي عملناه دافي، هنحطه كده هنا. بتقدروا تحطوا مكسرات كمان جوه. هناخد بقى دلوقتي العجينه بتاعتنا وهنقفلها كده زي ما انتم شايفين بهذا الشكل، نقفل على الرز بتاعنا وكده وخلاص، حلو قوي. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ خلينا ناخد دلوقتي شوية من الزبدة أو السمنة اللي عندنا ونحط كده شوية، وبعدين هناخد الصينية بتاعتنا. أنا هحط لها السيليكون مات تحسبا علشان ما تلزقش، وهنحطها كده هنا
ونقلبها بدون ضحك أرجوكم. الجلاش بتاعتنا هاخدها بقى وأدهنها هي كمان كده بالزبدة اللي عندنا أو بالسمنة، وعلى الفرن لغاية بس ما وشها يحمر كده عندنا الجلاش، هحطها على درجة حرارة 200.